نينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، نتواصل وتتواصل الأثار، تتواصل الانطلاقات عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر. أشواطنا في استمرارية يوم اللقايا والانطلاقات الجميلة، ثالث أيام مهرجان المرموم الختامي. في هذه الانطلاقات ينطلق الشوط العشرون، يحمل المهجة اللقاية إلى صايل البكار بهذه الشعارات. ننطلق في الخمسة كيلومترات بحثا عن الفوز والناموس، بحثا عن زعفران المرموم، زعفران سمير. في هذا المحتفل الكبير، في هذه الانطلاقات، نسير مع المركز الأول، نتقدم بالمقدمة. المركز الأول تتصدر المجموعة وتقود المشاركات، تقدمهم بالمركز الأول، مسيطرة على المقدمة، مشغلة عبيد بن خادم بن محمد الرميثي على رأس حربة هذا الشوط، وتتقدم بالمركز الأول. المركز الثاني امتياز يوسف بن غانم بن محمد أهلي يأتي في المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز، وهذه جو أحمد بن عتيج بن محمد العميمي يقدم لنا جو في هذا الانطلاق. المركز الرابع، رابع المراكز، تقدمت العبور، منصور بن ناصر بن سرود الخيالي على المركز الرابع. المركز الخامس، هذه وصلت اشواق لراشد بن سعيد بن علي الزرعي، يقدم اشواق على هذا الانطلاق. بينما هناك المركز السادس، اشوف الانطلاق والأسماء كلها قادمة على المركز السادس. هذه تقدمت وتواجدت ترف عبيد بن ناصر بقبي المنصوري يقدم ترف، بينما تتواجد وتقدم طرايف في هذا الانطلاق. علي بن سعيد بن سالم الزرعي يقدم طرايف. المركز الثامن، ثامن المراكز، وبنلقى في المركز الثامن، هذه فرحة لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري. المركز التاسع، تقدمت في هذه اللحظات وتواجدت الشاهينية هادف بن حارب بن مغير الخيالي. والمركز العاشرة هذه تقدمت طموح فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، المنطلقة في شوطنا العشرين في هذه الانطلاقة مع المهجنات اللقاية الأبكار الأصايل التي تحمل هذه الشعارات. أعود إلى الانطلاق الأول، أعود إلى الزرعي وشعاره مع المقدمة مع المراكز الأولى والانطلاقات. نسير مع المركز الأول، والانطلاق في هذه الطرايف. علي بن سعيد بن سالم الزرعي، ولكنها غيرت مشاهدي الأعزاء أشواق المزروعي راشد بن سعيد بن علي المزروعي، غير إلى مقدمة الشوط. المزروعي قاد الشوط، بن سرود الخيالي يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث. الهجوم من كل صوب. الله، هذه غزوة فهد بن سعيد بن سليم الجحافي يأتي في هذه اللحظة، غيرت إلى مقدمة الشوط، قادت الشوط، تغيرت كل الأمور، تبادل المراكز. بينك من ندانا بنقول الرابع، أي رقم الرابع اللي تدخلت في هذا الاندفاع وهذه الشاهينية. ناصر بالعبد بن عفيس بن شامس الوهيبي يقدم هذه الانطلاقات.
على رابع المراكز. المركز الخامسة هذه وصلت جواري، تاتي عبيد جوري عبيد بن سعيد بن منانة، يقدم جوري في هذه الانطلاقات. شوف 103 ما شاء الله في هذه المشاركات والأعداد. هذه تقدمت ملقوفة تعود ملكيتها الفهد بن حصين النعيمي، ولكن هناك الأسماء بعود مع الكيلو الأخير، مع الكيلو الأخير بعد مغادرتنا للكيلو الأخير. راحت غزوة، راح فهد بن سعيد بن سليم الجحافي أهل السلطنة، ولكن شوف الغادمة هذه وصلت انسجام حمد بن علي بن حمد بن حسن، يتقدم بن ملهية على ما اعتقد هذا هو يتقدم في هذه اللحظات. لم تار الأخيرة شوف الوصول كذلك بلش نواف بن هادي بن حمد لبريدي، ولكن الأقرب واللي انطلقت بالمقدمة، اللي سارت بالمقدمة هذه انسجام حمد بن علي بن حمد بن ملهية راح مع الناموس بن ملهية، ولكن المركز الثاني غزوة على ثاني المراكز، غزوة فهد بن سعيد بن سليم الجحافي، ولكن بن ملهية خلاص انتزع ناموس هذا الشوط بجدارة تهانينا وناموس لحمد بن علي بن ملهية. المركز الثاني مع اليحافي اللي حلت في المركز الثاني. المركز الثالث نشوف المركز الثالث من وصلت فيها جوري، تاتي في المركز الثالث عبيد بن سعيد بن منانة. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، عموما على كل حال بقية المراكز مع لجنة خط النهائي بنتابع في هذا الانطلاق وبنعود إلى التوقيت الزمني. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، 7:21 وجزء واحد من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، وهذه انسجام حمد بن علي بن حمد بن ملهية حققت النصر والفوز والناموس. أيضا هناك مع اليحافي المركز الثاني، 7:21 أجزاء من الثانية تهانينا على هذا الفوز والمنافسة من البداية على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. والمركز الثالث، من وصلت في 7:25.8 من الثانية تهانينا لعبيد بن سعيد بن منانة على هذا الفوز، تهانينا للجميع.